أنا لا أنتظر إدانات سيد محمد، أنا لا أنتظر إدانات منكم، أنت الآن عضو مجلس النواب. الجيش العراقي يعتبر تجاوز على سيادة البلد. جميل، يعني أنت الآن عضو مجلس نواب، أنت تمثلني كمواطن، أنا مواطن عراقي، أنت تمثلني في مجلس النواب وتمثل الآخرين أيضا في مجلس النواب، إحنا ما نريد منكم إدانات، شو أسألكم بالإدانات أنا؟ أريد موقف عملي، يعني الشطرة أعطيك مثال، الشطرة حصلت بها مشكلة عشائرية بيوم واحد، قوات خاصة نزلت بها، تدخل سريع مكافحة الإرهاب دخلوا بها، لموا جزء من السلاح، زين السنجار أيضا قضاء صعبة؟ وأين تكمن الصعوبة؟ بالتأكيد الحكومة الحكومات العراقية السابقة مسؤولة ما وصل إليه، واليوم الحكومة لديها برنامج بتفكيك هذه المعضلة وتطبيق اتفاقية السنجار، وأي حكومة لم نصوت عليه إلا أن تكون هنالك برنامج تطبيع الأوضاع السنجار وتطبيق اتفاقية وطرد هؤلاء الغزاة الذين يتحكمون بالسنجار. حسنا ما فعلت الجيش العراقي، ولكن نقول اليوم هنالك أبناء من أهالي سنجار منخرطين، ما يجب أن نحضنهم ونفرض الغرباء. ثم اليوم السنجار لا يتحمل كما أكدت تدخل تركي، تدخل إيراني، تدخل سوري، تدخل جزء عزيز، جرى بحق منكوبية جينوسايد. يجب أن تفرض قوانين عراقية واعتبار البرلمان منطقة منكوبة، ولا سنحاسب ونستجوب الوزراء المعنيين في هذا الملف وشخصيات الملف. لا لن نسمح بالبيانات فقط. نعم. البيانات انتهت الزمن البيانات، اليوم الزمن العمل على الأرض وفرض القانون وتوفير الأمن والأمان هي أبسط حقوق المواطنين العراقيين في منطقة السنجار. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر السيد محمد خليل عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والمقام السابق لقضاء سنجار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.